الكل يعني بلشين اللي يزرع 2000 شجره 1500 شجره عم يزرعوا يعني سنه سنتين يعني بخير وسلامه اذا الله يسرها يعني بصير شيء مثمر شيء كويس شيء افضل من الحنطه والشعير. الحنطه والشعير والقطن ما يوفي بالمره لا عدس لا كمون لا شعير لا شيء. بالنسبه لشجره الزيتون سنتين ثلاثه بخير وسلامه بس اذا هيك الله عطاها وصارت مثمره هالشجرة الزيتون عن قليلة بيعطي نص تنك الزيت. اليوم نص تنك زيت زيتون حقه 50-60 ألف. وهلا أنا شوي شوي عم مزرع فهمت علي. هلا حاليا أنا زارع شيء 150 شجرة وكل أسبوع عم أزود لي 10-15 شجرة وأجيب لي شبكة تنقيط وعم أضبط أول بأول. أما أشتغل بهاي المزرعة مزرعة 35 دام تقريبا بيها شي 2000 شجرة زيتون و 2500 تقريبا عنب وداي الرمان جوز طالع 500 شجرة هيك يعني تقريبا. الرمان موسم كان ضعيف والعنب والله وسط بي منه باع وبي منه وزعوا في سبيل الله يعني. أما زيتون لا إن شاء الله الحمد لله السنة ماشي حاله كويس والله. تقريبا سويت شي حول 55 تنك هاي المزرعة زيتون زيت منه سعر التنك اليوم بال 125 تقريبيا. الاول له حنطه او شعير ما يطلع انتاج هاي. بالنسبه للزيت السنه اغلى اذا هالمصاري وفتكلي في غير ما الحنطه والشعير المزرعه اربح.